اهلا بيكم. النهاردة هنلخص لكم فيلم اسمه بابيلون، واللي تم اصداره سنة 2008. بيبدأ الفيلم مع الراجل ده اللي اسمه توروب، وهو راجع للشقة بتاعته وكان جايب معاه اكل ومبسوط وعايز يروح يرتاح حبة ويقعد في البيت ياكل، بس لسه بيقول بسم الله وهيقعد ياكل راح الباب بتاع الشقة بتاعه متفجر، وبنشوف جماعة كده دخلوا واحنا لسه مش فاهمين في ايه ولا عايزين منه ايه. وكان في واحد من الناس دول كان مصوب البندقية بتاعته على توروب وكان ناوي انه يقتله، بس ساعتها توروب حس بالخطر وقدر انه يتفادى الضربة ويقتل الراجل ده في اخر لحظة، وبعدها بياخدوه يركبوه معاه عربية مسلحة وساعتها بيودوه مكان معين علشان يقابل واحد اسمه جوريسكي. وبنعرف ان جوريسكي ده كان عايز من توروب ان يعمله ليه مهمة معينة علشان كده جابه عنده في المكان ده. ساعتها بنعرف ان المهمة اللي جوريسكي عايز توروب فيها هي انه ينقل بنت معينة ويوديها امريكا. توروب بيقول له انا مش هعرف ادخل امريكا يا جوريسكي، بس ساعتها كان جوريسكي عنده الحل. جوريسكي اداله حاجة كده وقال له خليها معاك، وانت بالحاجة دي هتعرف تخش وهتقدر انك تنقذ البنت وتنفذ المهمة. بعدها بنشوف عربية نازلة من الطيارة كده، وساعتها توروب بيدخل في العربية وبتبدأ الطيارة تطير بيه وهو قاعد في العربية علشان يروح لحتة بعيدة تانية. وساعتها بيوصل يلاقي نفسه في منطقة جبلية، وهناك بيقابل واحدة اسمها الأخت ريبيكا وكانت عايزة تقول ليه شوية قوانين وقواعد علشان يمشوا عليها، وبيبقى كل واحد مرتاح. عندها 3 قواعد ولازم توروب يسمع القواعد دي. القاعدة الأولى بتقول إنها هي اللي هتفضل مع البنت، والتانية إنه يوفر ليها وللبنت الحماية من أي خطر ممكن يتعرضوا ليه، والقاعدة التالتة هي انه يكون محترم في كلامه معاهم. قال لها بالنسبة للقاعدة الاخيرة دي فانا ما وعدكش يا اختي، وساعتها هي ما كانش قدامها خيار تاني اصلا، فعشان كده وافقت على توروب وبدأوا يتحركوا علشان ينفذوا المهمة. بنعرف ان البنت اللي مطلوب حمايتها دي اسمها اورورا، وساعتها رجعت ريبيكا علشان تجيب البنت وتيجي معاها، وبيبدأوا انهم يتحركوا في طريقهم علشان يبدأ توروب يوفر ليها الحماية. اول ما بتوصل للعربية بيكون توروب عايزها تركب العربية، بس هي بتكون مصرة انها تسأله شوية اسئلة عنه الاول علشان تعرف عنه شوية حاجات معينة. لما توروب قال لها احنا مش عايزين نضيع وقت في الكلام، ساعتها البنت اورورا بتوافق وبتركب العربية علشان يبدأوا يتحركوا. بعدها اتحركوا بالعربية لحد ما وصلوا قرب محطة القطر، وساعتها نزلوا من العربية وكانوا مضطرين انهم يمشوا في الزحمة دي لحد ما يوصلوا لمحطة القطر. وبعد كده وهم ماشيين كانت الكاميرات عمالة تراقب فيهم، وما كانش باين ان الكاميرات دي توروب واخد باله منها، وساعتها بنعرف ان ابو البنت دي هو اللي عمال يراقب فيهم. ولما كانوا ماشيين كانوا في مكان فيه اقفاص جواها حيوانات برية، وساعتها كانت اورورا مخضوضة وخايفة من اللي هي شايفاه، بس من كتر الخوف كانت عمالة تمشي في حتة تانية لحد ما بعدت عن توروب. وساعتها كان في قنبلة في المكان وانفجرت، بس بعدها محدش فيهم حصل له اي حاجة. وساعتها ركبوا القطر، وهم في القطر كانت اورورا عايزة تعرف حاجات زيادة عن الحيوانات، وبتعرف ان في كتير من الحيوانات كانت انقرضت من سنين فاتوا. بعد كده وصلوا بالقطر للحتة اللي هم كانوا عايزين ينزلوا فيها، وساعتها دخلوا المكان ده مع توروب اللي كان عايز يقابل واحد من صحابه اسمه فين علشان يساعده ان يوصل بيهم للمحيط ويعديه. وفي نفس الوقت اورورا وريبيكا كانوا عمالين يتفرجوا على المصارعة اللي كانت جوه القفص. بعدها بيجي ناس تانية كده ويقفوا حوالين توروب، وساعتها بيقولوا ليه احنا هنديك $1,000,000 بحالهم في مقابل انك تسيب لينا البت اورورا والبت ريبيكا اللي معاها. بالرغم من ان المبلغ كان كبير وكان جاهز الا انه رفض وقرر حمايتهم، وبدأت الخناقة بينه وبين كل الناس دي، وكانت الناس عمالة تكتر على توروب. وساعتها كانت ريبيكا هي كمان عمالة تحاول انها تدافع عن البت اورورا اللي ما نعرفش هي راحت فين مرة واحدة، لحد ما بنشوف اللي كان بيتصارع في القفص وهو بيمسكها ويحطها معاه في القفص، وبيبدأ انه يتخانق معاها وكان عايز يضربها، بس في الاول كان عمال يتفرج عليها وهي كانت خايفة انه يضربها او يعتدي عليها. ساعتها دخل توروب القفص علشان يتكلم معاه ويطلب منه ان يسيب اورورا تمشي من هنا، ولما الناس شافوه دخل راحوا قافلين باب القفص عليه وبدأ الوقت بتاع المصارعة. وبالرغم من ان توروب ما كانش عايز يقاتل وعمال يحاول يفهم المصارع كده، الا ان المصارع ما كانش عنده تفاهم وعايز يتخانق وخلاص. وبعد كده بنعرف ان الرجالة اللي عرضت الفلوس دي هي اللي كانت مبعوتة مع ابو اورورو وكانوا عايزين ياخدوها ويرجعوا، وساعتها ريبيكا بتسيبها معاهم، بس بعدها بيجري توروب ومعاه ريبيكا وبيضربوا واحد منهم، وساعتها بترجع ليهم اورورا تاني. تاني يوم بيتحركوا هما التلاتة ومعاهم فين صاحب توروب علشان يركبوا الحاجة اللي هتوديهم على شمال امريكا، وساعتها طلعت غواصة من تحت التلج وكانوا مش عارفين يعملوا ايه من كتر العدد اللي كان عايز يركب، وده اللي خلى الوضع يكون صعب عليهم.
وكانت أورورا شايفة ناس كتير عمالة تغرق وتقع ومش عارفين يركبوا، وكان القمر الصناعي هيلقط مكانهم، وكانت الغواصة مش راضية تستنى وتنقل ناس كتير. ساعتها أورورا نزلت أوضة التحكم وكان معاها سلاح، وهددت اللي سايقين إنهم يسيبوا فرصة لناس تانية تركب، بس ساعتها خدوا السلاح منها وضربوها وأغمى عليها. وبعدها بنشوف ريبيكا وهي عمالة تتكلم مع تورب وتقول له عن اللي أورورا فيه وقد إيه هم بيحبوا بعض، وهم مع بعض بيعرف منها إنهم عايزين يروحوا أمريكا الشمالية علشان أورورا محتاجة تتعالج. بعدها ركبوا هم الأربعة موتوسيكلات من التلج علشان يقدروا إنهم يتحركوا، بس كانت في طيارات بدون طيار بتحاول انها تراقبهم وتهجم عليهم، وساعتها ضربوا الطيارات دي وتورب فجر الموتوسيكل بتاعه في اخر درون. وساعتها كان تورب مغمى عليه، وبنعرف ان فين طلع طماع وخاين وعايز يخطف أورورا، بس ساعتها تورب بيفوق وبيقتله. بعدها بيلاقوا مكان يستخبوا فيه، وساعتها بيدور تورب على اكل ليهم وهي بتعالج الجروح بتاعته، وفضلوا قاعدين مع بعض وعمالين ياكلوا ومطمنين. وبالليل خرجت أورورا راحت تقعد مع تورب، وكانت بتسأله وبتقول له هو انت بتعمل معايا كل ده ليه؟ قال لها انا زهقت من حياة البلطجة وعايز ارجع لامريكا بقى. ساعتها وصلوا فندق صغير في كندا، وهناك استحمى بقى تورب وروق على حاله، وكمان حط الباسبور الغريب بتاعه ده في رقبته. ساعتها راحوا علشان يتم فحصهم، وساعتها اكتشفوا ان كلهم تمام والفحص ما كانش فيه مشاكل، وركبوا الطيارة علشان يسافروا. لما وصلوا نيويورك كانت الدنيا هناك متغيرة تماما عن الدنيا اللي هم كانوا عايشين فيها وعن اللي هم يعرفوه. ولما كانوا بيتابعوا الاخبار كانوا خايفين من الخبر اللي عرفوه، لانهم عرفوا ان الدير اللي كانت أورورا عايشه فيه زمان اتعرض للانفجار، وهناك كانت أورورا عماله تبكي ومنهاره من العياط. ساعتها عرفوا ان في جماعه ارهابيه هي اللي عملت كده، ولما تورب كلم جوريسكي قال له جوريسكي انت عملت اللي عليك ووصلت البنت، بس كان تورب حاسس ان في حاجه مش تمام وحاجه غريبه عن أورورا. بعد شويه بيجي دكتور علشان يطمن على أورورا ويكشف عليها، وساعتها ريبيكا بتسيب ويكشف عليها، وكانت أورورا شاكه في الدكتور اللي كان معاها ده، وكان باين على ريبيكا انها متوتره، وكمان تورب كان حاسس ان ريبيكا مخبيه حاجه عليه، بس هي قالت انا مش مخبيه حاجه عليك زياده عن اللي انا اعرفها. وساعتها جت أورورا وكانت بتقول ان الدكتور قال لها انها حامل وفي توأم، والغريب ان ريبيكا عارفه ان أورورا اصلا لسه عذراء. بعدها بيجي الراجل اللي مشغل تورب وبيقول له انا عايزك تنزل أورورا تحت في العربيه، بس هي بتقول له انها هتموت لو عمل فيها كده. لما بينزلوا علشان يدخلوا أورورا العربيه ريبيكا بتعرف تورب انه ما ينفعش يسلمها ليهم، وساعتها بياخد المسدس ويقتل الحراس، وبتحصل خناقه وضرب نار في شوارع نيويورك، وفي واحد من الحراس ضرب على تورب صاروخ علشان يتعقب جواز سفره، بس ساعتها هو عارف يتخلص من الصاروخ ده، بس ساعتها كان الكل عايز يحمي أورورا. وساعتها بنشوف ريبيكا وهي بتتضرب بالنار وبتموت، وهي بتموت بتقول لتورب ان يحمي أورورا ويخلي باله عليها، وكان في واحد رمي عليه صاروخ تاني علشان يخلص على جواز سفره، بس أورورا ضربت نار على تورب علشان الصاروخ ما يجيش فيه، وساعتها هو اختفى من المكان ده. لما صحي لقى نفسه بره المدينه وعرف ان موجود في المدرسه بتاعت ابو أورورا، وهنا ابوها بيقول لها انها عباره عن ذكاء اصطناعي، وبيقول له ان جوروسكي هو اللي سرق أورورا مني، وكمان بيعرف انه كان في المشرحه، بس ابو أورورا هو ورجالته اللي خرجوه من المشرحه وانقذوه ورجعوه للحياه تاني باطراف صناعيه مكان الاطراف اللي باظت من تاثير الانفجار. ابوها بيقول له انا عارف ان بنتي لسه حيه، وانا عايز اقول لك حاجه، احنا هنستخدم الذكريات بتاعتك علشان نعرف اللي حصل لأورورا. وساعتها بيعرفوا ان الصاروخ انفجر قدامها وما اثرش فيها، وكمان ساعتها أورورا قالت له لما كان بيموت انها هترجع للبيت بتاعها، وهو عارف قصدها ايه علشان هو كان بيتكلم معاها كتير ويفهم منها الحاجات اللي هي بتكون قصدها انها تقولها. وبعدين بتيجي الست دي وبتسال ابو أورورا عن بنته، وبنعرف انها كانت مراته القديمه السابقه، وبعدها بتطلع المسدس وتقتله لما ما يقولهاش. وتورب بعد ما ابو أورورا انقذه رجع للمكان اللي أورورا كانت فيه ولقاها هناك في بيتها القديم، وبعدها ركبوا الشاحنه بتاعتهم ورجعوا على المستشفى علشان يطمنوا على أورورا. وساعتها أورورا بتولد العيلين، وبنعرف انها كانت عباره عن نموذج معمول علشان يعدلوا بعض الجينات وتبقى نموذج للذكاء الاصطناعي. وبكده يكون تورب نفذ كل مهمته وساعد ابو أورورا انه يحمي بنته لحد ما خلفت واختفت لانها كانت متصممه بالاسلوب ده. وبيخلص الفيلم على كده. في النهايه لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.